السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الاحباب مره تانية في السيشن الثالثه في التوبيك اللي احنا مختارينه نتكلم عنه دلوقتي، هاو تو كرييت ا تريننج كونتنت، صناعه المحتوى التدريبي. انا بتكلم طبعا على برودكت مانجر او براند مانجر او ماركتنج مانجر، حضرتك مسؤول في شركه فارماسيوتيكال عن تاسكات كتير طبعا من ضمنها موضوع التريننج. فانا هنا بتكلم على افضل طريقه او افضل اسلوب بروفيشنال اعمل بيه المحتوى التدريبي بتاعي. اتكلمنا قبل كده في 2 سيشن ودي السيشن الثالثه. ايه اللي اتكلمنا عنه قبل كده؟ اتكلمنا على تيبس فور فارماسيوتيكال تريننج والميديكال تريننج، اتكلمنا على سورس للريلايبل داتا، اتكلمنا على كلينيكال ترايل يوزج في التريننج كونتنت بتاعي، اتكلمنا على نقطة مهمة جدا اللي هي السيكونس اوف تريننج كونتنت، اتكلمنا على هاو تو بروفايد ا تريننج، اتكلمنا كمان على جزئية البوست تريننج سيرفي. النهارده هنختم الجزء ده من الجايد بتاعنا للبرودكت مانجر في جزئية كتابة المحتوى التدريبي في الموديل اوف براند تريننج مانيوال. يعني هنا بتكلم على موديل حقيقي اكشوال، لكن طبعا عملت فيه بعض التعديلات كده على اساس ان احنا نشوف موديل لتريننج حقيقي انا ممكن اهتدي بيه لو عندي تريننج عايز اقدمه للزملاء، البرودكت لونش او ما شابه. فنشوف كده ايه السيكونس اللي احنا ممكن نمشي عليه باذن الله. ده موديل زي ما قلت لحضراتكم، انت بالنسبه لك هتاخده كريفرنس، وطبعا اللي محتاج مني اي نوع من انواع الماتيريال تحت امر حضراتكم. مره تانية بقول برضو الواتس اللي عايز يرسلني من خلال الواتس او من خلال جروب بلاستوما انكلستوما، في عندي جروب بلاستوما انكلستوما سواء على الفيس او جروب بلاستوما انكلستوما على التليجرام، اللي عايز يتواصل معايا هنا او هنا، وسبت لحضراتكم يمكن اللينكات في السيشن الاولانيه. الواتس برضو بتاعي 010-888-66445، اللي عايز يتواصل معايا يشرفني من خلال الواتس لو في اي اسئله او اللي محتاج المانيوال سواء في التوبيك بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه تريننج كونتنت او غيرها من التوبكس اللي احنا قدمناها على قناه اليوتيوب. طيب ايه السيكونس اللي احنا عايزين نمشي عليه؟ احنا اتفقنا ان انا همشي على الاجنده، ثم بعد كده الكونتنت، البريف انترودكشن، بتكلم هنا على الاهميه الاستراتيجيه بالنسبه للمنتج والاوبورتيونتي بتاعته في الماركت، وممكن دي على فكره تكون الاجزاء دي بتكلم على البريف انترودكشن والبرودكت استراتيجيك امبورتنس، بتكلم ان هي ممكن تكون اورال، يعني مش لازم تكون ريتن في المانيوال بتاعك، لا هي اورال. بتكلم في البدايه عن اهميه المنتج الاستراتيجيه، وبعد كده ابتدي بقى الاجزاء اللي مكتوبه ريتن هتبقى من اول بقى الكونتنت للحاجات اللي احنا اتفقنا ان هي بالسيكونس اللي احنا شايفينه قدامنا، الميديكال باك جراوند، ثم بعد كده الافيلبل تريتمنت اوبشن الاولد والنيو والابديت، وبعد كده هنتكلم على البراند بتاعنا، الميكانيزم اوف اكشن، الانديكيشن، الفورم بتاعه الدواء اللي احنا هنشتغل عليه، الليميتيشن بتاعه امتى يستعمل وامتى ما يستعملش، ونقطه مهمه جدا اللي هي الكي كومبيتيتيف ادفانتج. بعد كده بنتكلم على لو في عندي جايد لاين او تريتمنت بروتوكول ابديتنج والدواء بتاعي داخل فيه، بدي نقطه مهمه جدا ان انا اتكلم على الجايد لاين والبروتوكول. هنتكلم بعد كده على الكلينيكال ترايل، البرودكت بوزيشننج، واتفقنا ان البوزيشننج يختلف عن المسج، ان البوزيشننج شيء داخلي عندي جوه الكامباني، المفروض ان التيم بتاعي يكون فاهم هو ازاي هيتكلم عن الدواء بحيث ان هو يبقى في كونسبت معين في عقليه التارجت اودينس او التارجت سيكتور بتاعي، السيجمنت، الدكاتره او الصيادله او غيره من التخصصات، المفروض ان هو يكون عنده فكره معينه عن المنتج يفتكرها بيه، يحط له صوره ذهنيه معينه. فده الفرق ما بين البوزيشننج والمسج. المسج لا بتتقال، انما البوزيشننج لا، دي حاجه انترنال جوه الشركه بتاعتي، انما المسج بتتقال بره للعملاء. بنتكلم بعد كده على الاي ام اس داتا، الماركت، الكومبيتيتور، حجم الماركت، الماركت شير، الامور اللي زي كده، دي السيكونس بتاعي في التريننج. ثم بعد كده البرودكت اوبجيكتيف والتارجت، واتفقنا ان التارجت دي نقطه محوريه ومفصليه، لازم يتقال التارجت بطريقه فيها نوعيه الدريم، السمارت اوبجيكتيف، الهدف اللي احنا بنسعى وراه واللي احنا جايين وتعبنا في التريننج وبنبذل مجهود وهننزل الماركت ليه، عشان اهميه المنتج الاستراتيجيه، تحقيق التارجت،
الفايدة اللي هتعود علينا، عدم صعوبة التارجت، دي نقطة كمان مهمة جدا في الراشونال بتاعه. فدي كلها حاجات لازم حضرتك تتعب فيها وتوضحها بشكل كويس. النقطة اللي بعد كده البرودكت بروشور، الماتيريال اللي هتتقدم، التولز اللي هنستعملها، الفلاير لو في عندي تابلت انيميشن هيتقدم عليه، الحاجات دي كلها مهمة جدا، الهدايا اللي هتتقدم، الورقيات، الاقلام، كل الحاجات ديت محتاج ان انا اكون عارفها كويس قوي واشوفها بعناية وتكون موجودة. يعني نقطة مهمة كمان في التريننج ان الحاجات دي تبقى موجودة بالفعل منها عينات. وبعد كده بنتكلم على التكتيك اللي هتتعمل في الفيلد نفسه، التارجت دكتور، مين التخصصات، الفريكونسي، هيعمل ايه في الزيارة الاولى والتانية والتالتة وهكذا. كمان الكومباينيشن او فكرة البرودكت ميكس، ان انا هتكلم على المنتج بتاعي يعني كأولوية اولى ولا هقول لوحدي خالص، مثلا لو في لونش هتكلم عنه بس مش هتكلم على المنتجات التانية، ولا هعمل ميكس في الاخر. طب الكلام ده هيتكرر كام زيارة مع اي تخصصات، وايه المسج لكل سبيشاليتي. دي حاجات مهمة جدا طبعا في التكتيك، انا محتاج اني احطها في التريننج كونتنت اللي انا بشتغل عليه. يبقى التريننج كونتنت المفروض السيكونس اللي الناس هتشوفه بقى، هتشوف الاجنده، هتشوف الكونتنت، هتشوف الانترودكشن، مش لازم ده يكون مكتوب، ده ممكن يكون منطوق بس. هنتكلم على الميديكال باك جراوند عشان الخاص بالمرض، هنتكلم على الماركت، الكومبيتيتور، الاي ام اس داتا، بعد كده النقطه السادسه هنتكلم على البروشور، هنتكلم بعد كده نقطه سبعه على التارجت والاستراتيجيك امبورتنس، هنا بقى مكتوب، وهنتكلم في الاخر على جزئيه التكتيك. يبقى الاجزاء اللي هيشوفها السيلز فورس تيم، التيم هيشوف ايه؟ هيشوف الميديكال باك جراوند، هيشوف الماركت والكمبيوتر والاي ام اس داتا، هيشوف البروشور، طبعا المنتج بتاعي انا اساسا ايه، جزئيه الميكانيزم اوف اكشن والميديكال بتاعه، لو في ابديتنج، لو في البروتوكول والجايد لاين والحاجات اللي زي كده، هنتكلم على البروشور، هنتكلم على التارجت والاستراتيجيك امبورتنس، وهنتكلم على التكتيك. دي الحاجات اللي هيشوفها الميديكال ريب والديستريكت والريجنال، هيشوفها قدام عينيه وهتكون معاه كمان في المانيوال. انا هنا بضرب مثل بقى، احنا عندنا دواء، نفترض ان الدواء ده اسمه اتورفاكارد على سبيل المثال، خد بال حضرتك انا بختار السلوجان، السلوجان ده مهم جدا. مثلا هنا اخترنا ذا بيست تشويس فور هايبر ليبيداميا، النقطة دي على فكرة مهمة جدا، يعني اختيار السلوجان من الحاجات الأساسية وأنا بعمل البروشور بتاعي أو أنا بعمل تريننج، فأنا لازم أختار تكون حاجة ريليفانت وحاجة المندوب بتاعي هيقولها قدام العميل، واخد بالك، وهيقول لي الراشونال اللي وراها. فدي لازم تدرس بعناية ويتحط أكتر من سيناريو ونعمل عليها زي كوميتي عشان نختار أفضل سلوجان ممكن نطلع بيه من التريننج والكامبين كله يعني. طيب ادي انا مثلا ابتديت اهو البدايه بتاعتي، الدواء اسمه اتورفاكارد والسلوجان ذا بيست تشويس فور هايبر ليبيديميا، ده العنوان، دي السلايد الاولانيه اللي هيشوفها واللي هتبقى معاه في البي دي اف مثلا اللي هياخده، سواء هارد كوبي او ديجيتال كوبي سوفت كوبي. طيب هنا بيشوف الكونتنت، ادي كده مثلا قدامنا الميديكال باك جراوند، ده دواء بيستعمل في حالات الهايبر كوليستروليميا او الهايبر ليبيديميا، الكوليسترول الزياده ال دي ال والكلام ده بقى. فهنا الميديكال باك جراوند انا حاطط قدامه الكارديوفاسكولار سيستم، بتكلم على الليبيدز واللايبوبروتين والديسليبيديميا، بتكلم على البلاك فورميشن، بتكلم على الاثيروسكلروزيس اسوشيتد ديزيز، بتكلم على الدايابيتس ميليتس تايب 2 المرتبطه بالقصه بتاعتنا والمشاكل ممكن تكون كريسك فاكتور، بنتكلم على التريتمنت لحالات الهايبر ليبيديميا، بنتكلم على الستاتين والنون ستاتين ميديكيشن، وبناخد الستاتين بشكل تفصيلي شويه، وبعد كده بتكلم على الجايد لاين لحالات الهايبر ليبيديميا. يبقى هنا انا ماشي بشكل ايه؟ انا ماشي بشكل بروجريسيف اللي هو تدريجي. انا الاول اتكلمت على الكارديوفاسكولار سيستم، بدخل بعد كده ايه هي الليبيد والديسليبيديميا وايه معنى كلمه ديسليبيديميا، وبعد كده بطور الموضوع للبلاك فورميشن والاثيروسكلروزيس، ثم بعد كده الدايابيتس وارتباطه بالموضوع، ثم بعد كده بدخل على التريتمنت، ايه الانواع التريتمنت اللي موجوده والابديتنج اللي فيها والجايد لاين. فانت ماشي هنا ايه بشكل ترتيبي تدريجي،
واخد بالك انك ما ينفعش مثلا ادخل اتكلم على الاثيروسكليروزس على طول والراجل ما يعرفش ايه هو الكارديو فاسكولار سيستم اساسا، مش فاهم يعني ايه الهارت، مش فاهم يعني ايه الارتريزم، الحاجات دي كلها مش عارفها. فلازم اعمل الفرشه، لازم اعمل التمهيد اللي في الاول. فاتمنى النقطه دي تبقى مهمه جدا لانها فعلا من الحاجات الاساسيه. هنا بقى بتتكلم على جزئيه البريفلنس والبوبوليشن. طبعا انا هفر سريعا، هنا بيتكلم على ليدنج كوز للديس. ايه هو ال دي ال والاتش دي ال؟ بص انا حضرتك بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على انترودكشن في موضوع الكوليسترول. بص بقى، يمكن واحده من الحاجات المهمه اللي عايزك تاخد بالك منها، احيانا بيكون في بعض الابريفيشنز ممكن تنساه، يعني تتلخبط تقع منك. فمن الحاجات الجميله جدا ان انا ممكن اكتب تحت، يعني في السلايد من تحت خالص وبلون مختلف شويه، يمكن انا بفضل اللون الرمادي، ان انا اكتب بعض الملاحظات، بعض الترمينولوجي تحت او الابريفيشنز اللي ممكن تساعدني لو مثلا نسيت او اتلخبطت او ما شابه، يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ ريفرنس انا اقدر اني اعتمد عليه. هنا برضو بنتكلم على لسه بدايه الليبيد بروفايل والانترودكشن، مكملين الانترودكشن. خلي بالك انك تعمل سبيس، في حاجات ممكن تعملها كمان بلون مختلف، يعني حاجه زي البلاكس مثلا كده، انا محتاج ان انا ايه عليها هايلايت. جزئيه الاكرونيمز، الاختصارات معناها ايه؟ ممكن تعمل سلايد كامله خاصه للاكرونيمز مثلا انت بتستعملها، وزي ما حضرتك شايف كده انا واقف على كل واحده بدي الناس فكره ايه المقصود مثلا بحاجه زي موضوع ال HF الهارت فيلير. طيب انا بدي للناس فكره عن كل الاكرونيمز ديت، وبعد كده اخلي الناس تقولها بنفسها، يعني ممكن اسالهم، ممكن اخلي الناس تنطق قدامي مثلا زي كلمه زي المايكارديال انفاركشن، ناس بتتلخبط ازاي اقولها بالطريقه ديت، ازاي اقولها ام اي مثلا. فدي حاجات زي ما قلت حضرتك محتاج انك ايه تدرب الناس عليها وتقف عندها شويه وتهتم بيها في موضوع تقيل مثلا زي موضوع دواء بيشتغل فيه جزئيه الانتي هايبر كوليستروليميا. بعض الصور والرموز، خلي بالك هنا مثلا الريزوليوشن مش حلو، فانت حاول تدور على ان الصوره تبقى افضل ريزوليوشن ممكن. في حاجات توضيحيه انت ممكن تعملها بنفسك، يعني دي انا اعملها بايديا عشان افهمهم جزئيه الاكسوجينس والاندوجينس والكوليسترول باس واي وعلاقته بالليفر وبيخزن فين وبيتصنع فين ومش عارف ايه. فانت تقدر تعمل حاجات برضو، حاجات مش بتلاقيها فانت بتعملها بنفسك. اهو زي ما حضراتكم شايفين احنا بنفر كده سريعا جزئيه مثلا مرتبطه بالريسك فاكتور، ده بيؤدي الى ده، ده بيؤدي الى ده، الاثيروسكليروزس، الاثيروسكليروزس ممكن يكون ليها بعض المشاكل الاخرى، تبتدي بقى تعمل الام اي والترانزيت اسكيميك اتاك والستروك ومش عارف ايه. فدي حاجات كلها زي ما حضرتك شايف كده الصوره اوضح بكتير لو الكلام كان مكتوب، يعني لو انا كاتب الكلام دوت عباره عن جمل كده تحت بعضيها كان هيبقى صعوبة، يعني ممكن على المندوب او الميديكال ريب او حتى الليفل الاعلى ديستريكت وريجونال ممكن يكون عنده صعوبة ان هو يكون فاهم الكلام ماشي ازاي، لكن لما اتعمل على شكل صورة وحاجة فيها نوع من انواع الانيميشن البسيط، لا ادت الغرض بشكل كبير. برضو بعض هنا الديفينيشنز المهمة جدا زي ما حضرتك شايف اللي محتاج الناس تقف عندها. الصور مهمة جدا زي ما احنا متفقين. بص هنا انيميشن للهارت وللبلاد سيركوليشن، مهمة جدا الحاجات دي، هتفرق كتير مع الناس. تخيل بقى لو قعدت تشرح في الحتة دي والفالف ده بيفتح امتى وده بيقفل امتى ومش عارف ايه، اهو الصورة قدام الناس واضحة جميلة جدا معبرة عن الموضوع بالتايمنج بتاعها، السيستول والدايستول ومش عارف ايه. احيانا برضو بتستعمل الجزء اللي فيه نوع من انواع الانيميشن عشان تركز على حاجه معينه، انت عايز هنا الناس تاخد بالها من الترمينولوجي مثلا دوت.
واخد بالك هنا انا عايز اركز على جزئيه الايه التونيكا انتيما مثلا، فيها بعض اللايرز اللي هي هيحصل فيها جزئيه الاثيروسكليروزس، يبقى هنا انا بفوكس على الجزئيه دي بالالوان وغيرها. جزئيه الانيميشن عشان المعلومه ما تبقاش مكثفه، بتدي يعني قدر الامكان 4 5 جمل في سلايد واحده تأدي الغرض. هنا بتتكلم على انواع الليبيدز، فانت محتاج انك ايه توريها لواحده واحده وتوضح بالصوره. خلي بالك كل حاجه من دي محتاجه شرح. تتكلم هنا على الميكانيزم اوف اكشن، ازاي الاستاتين بتشتغل، فهنا محتاج انك توضح الموضوع بصوره توضيحيه، بصوره يعني تفصيليه قدر الامكان، لان لو قلتها له برده مكتوبه مباشرة كده للأسف هيحس يعني بتوهان كبير. أما أحبش الصور اللي تلاقي عليها مكتوب كلام، إنما الصورة دي مثلا كانت واضحة جدا مقارنة بأي حاجة تانية، وحاولنا إن إحنا نقلل قدر الإمكان الحاجات اللي هي في الباك جراوند بتاعها، لكن زي ما أنت شايف عامل فعلا ظل ومش لطيف، اللي هي الصور الجانبية دي بتبقى من بعض المواقع زي مثلا شاتر ستوك او فوت ستوك او الحاجات اللي زي كده. فانت قدر الامكان حاول انك ان شاء الله تشتري صور، يعني لو اشتريت صور من بعض المواقع وهتفيد الغرض بتاعك، اه طبعا الموضوع يستحق. لو ما لقيتش يعني لو انت دورت وما لقيتش، هنا يعني حاولنا نربط ما بين اللايبوبروتين وشكل العربية. زي ما حضرتك شايف برضو بنتكلم عن موضوع اللايبوبروتين، موضوع تقيل فمحتاج فعلا انك تشرح للناس، لكن لما تيجي تعمل بريف لا مش لازم يكون الموضوع بكل هذه الصعوبة. يعني انت انا بتعمل فرشة الاساسية للتريننج، انما جاي بقى تعمل بريف لا هتاخد العناصر الاساسية المهمة بس. جداول المقارنة كمان مهمة جدا للناس عشان تشوف الفروقات، يعني مثلا هنا بنتكلم على الفرق ما بين الكايلو مايكرون والال دي ال والاتش دي ال والفي ال دي ال، فانت هنا الجداول ديت هتوضح للناس الفكرة الأساسية. وأحيانا في التريننج برضو ما أخفيش يعني لا أخفي عليكم، إحنا بنقول لهم الحتة دي أنا مش هسيبها مثلا في الكويز، عشان يركز عليها قوي عشان يعرف إن دي نقطة أساسية ومحورية في التريننج بتاعه. بفر برضو سريعا كده ادي سيمتومز مثلا لموضوع الهايبر ليبيديميا، بعض النقاط المهمه اللي انا محتاج اكون مركز عليها واشرحها لهم واحده ورا الثانيه. لو انت حطيت كل الكونتنت مره واحده بتاع السلايد هيعمل له يعني برضو نوع من انواع الكونفيوجن. بطلنا التركيز على بعض الـ 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 القيم، الصور هنا اللي بتربط الكوزس الاسباب او الريسك فاكتور اللي ممكن تزود حالات الهايبر ليبيديميا، فانت هنا رابط له صور بالاسباب اللي هو شايفها قدام عينيه. مجموعة من الصور كتيرة برضو بتوضح الغرض اللي حضرتك عايز تشرحه له، زي مثلا هنا البلاك بتتكون. حالات زي حالات الميكارديال انفاركشن. الستروك والترانزيانت اسكيميك اتاك وشرحها وصورة توضيحية وجاي من بعديها النتائج. ندخل بقى على جزئيه تانية مهمه جدا في التريننج اللي هي جزئيه التريتمنت. انا بقول له ان التريتمنت بتاع الهايبر ليبيديميا في عندي الاستاتين والنون استاتين ميديكيشن،
يبقى لما اجي اقدم دواء، واخد بال حضرتك المفروض ان انا بتكلم على ايه؟ بدي بريف بسيط عن الطرق اللي كانت قديمه في التعامل، والحاجات اللي هي ابديتنج او الكرنت سيتويشن. هنا بيتكلم على الميكانيزم في اكشن ومقارنه بكل نوع بالانواع الاخرى بيشتغل فين. بص انا القيم بالتصوير بتاعها والتركيز على بعض النقاط المهمه عشان عمليه المقارنه في ال LDL وال HDL والترايجلسرايد. هنا بقى بتدخل اكتر واكتر، تبتدي تفوكس على المنتج بتاعك. انا خلاص كده اتكلمت على الاذرز، الحاجات اللي هي كانت يعني ليها استعمالات محدده او استعمالات قليله، ليها ليميتيشن، ليها بعض الدروباكس. انا هنا ابتدي بفوكس اكتر على الجروب بتاعي، انا الجروب بتاعي انا او الدواء بتاعي انا من مجموعه الاستاتين. يبقى انا دلوقتي ايه، اديت فكره عن الحاجات التانيه بشكل مبسط، وابتدي ادخل على الموضوع بتاعي بشكل اساسي. هنا بتتكلم مثلا عن الميكانيزم في اكشن مره تانيه، بتاكد المعلومه. يعني ممكن السلايد استعملتها قبل كده استعملها تاني. ايوه ممكن تحصل طبعا، لتاكيد المعلومه لو المعلومه فعلا مهمه وليها تاثير كبير. اتكلمنا هنا بقى على موضوع الجايد لاين. والله انا عندي ابديتنج مثلا، في حاجه اتغيرت في خلال اخر سنتين او اخر سنه، يبقى انا هنا محتاج افوكس، محتاج ان انا اركز في الجزئيه ديت واعرف الناس وادي اشاره ان السلايد دي مهمه جدا، ومحتاج ان انا اكون مركز كويس قوي، ولو سمحت انتبهوا معايا، ودي هتيجي مثلا في الكويز، واخد بالك؟ يبقى انت هنا ايه، بترفع من معدلات الاهتمام، وفي نفس الوقت ناقش الناس، خلي الناس تدخل معاك في نقاشات. الجزء بقى اللي جاي ده مهم جدا. انا دلوقتي هبتدي اتكلم على المنتج بتاعي انا، فانا محتاج ان انا ايه، الفت انتباه الناس. لا احنا دلوقتي داخلين على سكشن مهم جدا، احنا دلوقتي هنتكلم في اكل عيشنا بقى، المنتج بتاعنا ده اللي هننزل بيه الماركت، ده اللي محتاجين نفوكس عليه، ده الاسم اللي محتاج يتردد ما بيننا كتير. فخلي بالك، محتاج ان انا اشد الانتباه بالنسبه للمنتج، وان انا داخل على جزئيه بقى او بارت مهم جدا في التريننج بتاعي، ده الجزء الاساسي. خلي بالك ان جزئيه يعني الحركه بتاعت السلايدز مهمه جدا. اختار حاجه تبقى سهله ومريحه للعين. يعني اللي فاتت دي مثلا، دي محتاجه الناس تبقى مركزه واخده بالها ومش عارف ايه، وبتعمل كده انواع الديستراكشن. فاستعمل الحاجات البسيطه، نقطه مهمه جدا. انا هنا برضو بستعرض بشكل سريع كده كل سلايد. شايف هنا الانديكيشن واهميه الانديكيشن، وانا بقول لهم ايه، ان خلي بالك ان انا عندي اهم اتنين انديكيشن هما دول. يعني ممكن يكون عندي 3 4 5 انديكيشن، انما انا عايز افوكس، عايز اوظف الدواء بتاعي بالطريقه الفلانيه مع الانديكيشن ده والانديكيشن ده. ده اللي واخدين اغلب الروشتات مثلا، لكن في بعض الانديكيشن التانيه اقل في الاهميه والاولويه، ما بيجيش رقم واحد. بص هنا من الجزء من الحاجات المهمه جدا جزئيه الايه، الليميتيشن. هو الدواء بتاع امتى ما يتاخدش؟ واحنا كلنا يمكن بنقابل كتير من الدكاتره اللي هي بتحب تلعب معانا لعبه الاورال اكزام. دكتور رئيس قسم، دكتور كبير، مش عارف ايه، داخل عليه مندوب مثلا جديد، او مندوب عايز يعمل فيها ان انا فاهم، او مش واخد باله انه بيتكلم قامه كبيره مثلا، فيبتدي بقى الدكتور يتقمص زي ما قلت لك ايه، الامتحان بقى الاورال، ويبتدي يسال اسئله في الحتت اللي فيها الايه، يعني صعوبات شويه. فلازم المندوب بتاعي زي ما هو فاهم كويس قوي الانديكيشن والاستعمالات والكومبيتيتيف ادفانتج، لازم كمان يكون فاهم الاجزاء المرتبطه بالليميتيشن.
الليميتيشن والكونتر انديكيشن ودراج انتر اكشن، وبالذات الحاجات المهمه، الحاجات اللي لازم ايه يعني لازم تنور كده باهتمام. من الحاجات كمان المهمه جدا ان انا اوري للناس شكل العلبه، افرج الناس على الليفلت سواء للدواء بتاعي او لو الدواء بتاعي جينيريك. من الحاجات كمان المهمه ان اخلي الناس تبص على الليفلت بتاع الدواء الاوريجينال. فالليفلت من الحاجات المهمه جدا، واللي فيه على فكره بعض المعلومات القيمه اللي الناس للاسف بتنساها وبتتغافل عنها. فزي ما قلت لحضرتك من ضمن التريننج بص على الليفلت بتاع المنتج بتاعك، وخلي الناس تقرا وخلي الناس تتناقش وتبص في الانسرت الداخلي للعلبه اللي بيشتغلوا بيها. هنا بنتكلم على جزئيه الجايد لاين. ندخل بقى في جزئيه البوزيشننج، التميز بتاع الدواء بتاعي، ايه الرساله اللي محتاجه توصل للعميل بتاعي، ايه الحاجه اللي محتاجه تستقر في ذهنه لاطول فتره ممكنه عن المنتج بتاعي، ايه التصور، ايه الصوره الذهنيه. فدي جزئيه البوزيشننج زي ما اتفقنا هي حاجه داخليه محتاج التيم بتاعي يتعلمها عشان طريقه كلامه هتكون في اطار البوزيشننج، انما الرساله هي اللي بتتقال بقى ايه حرفيا من على لسان الميديكال ريب للدكتور. ادي المسج. نبتدي ندخل على جزئيه ثانيه اللي هي جزئيه الكلينيكال ترايل، وبالذات اللي موجوده في البروشور دي محتاجه نوع من انواع الايه ان انا يعني افهمها له كده المندوب بتاعي واحده واحده، يفهم الكونسبت الفكره الاساسيه، يفهم طريقه العرض ازاي هيقولها، يفهم ايه النقاط اللي محتاج يعني اني افوكس واشدد عليها واعيدها مره تانيه، ايه الكلمات المحوريه في الكلينيكال ترايل وعرضها. دي حاجات مهمه جدا وانا بدي التريننج بتاعي. كده بيتكلم مره تانيه على البريكوشنز والورنينج. هنا بنتكلم على برضه مكملين في جزئيه البوزيشننج والبرسبشوال البرسبشوال ماب. انا فين مقارنه بالكمبيوتر بتوعي، مكاني فين بالظبط، ايه المميزات اللي عندي اللي مش موجوده في الحاجات الاخرى. لازم الاكسس هنا توضح المميزات بتاعتي، الحتت اللي انا فعلا فيها مختلف واللي الناس التانيه بعيده عني فيها. السيكونس اوف تريننج كونتنت، يبقى انت عندك هنا جزئيه ادي الكلينيكال ترايل. جزئيه الكلينيكال ترايل من الحاجات المهمه جدا، واتفقنا ان هي محتاجه شرح وافي منك، ما ينفعش الحاجات دي تتسلق. الحاجات الناس اللي للاسف تيجي عند الكلينيكال ترايل وتبقى هي مش فاهمها كويس وبعد كده تشرح للناس بطريقه مش كويسه، ينزل ميديكال ريب للاسف مش عارف هو بيقول ايه وايه المسج اللي مقصوده من الكلينيكال ترايل. لازم تكون المسج بتاعه الكلينيكال ترايل بشكل منفصل، يعني كل كلينيكال ترايل لوحديها مفهومه كويس قوي بالنسبه للناس. انا ليه اخترت الكلينيكال ترايل دي تكون موجوده في البروشور، ايه الهدف، ايه اللي عايز اسعى له، ها انا هطلع بيها بايه بالظبط. فنقطه مهمه جدا لازم تكون الناس فاهمه ايه الاوبجكتيف بتاع الكلينيكال ترايل، ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، ايه الحاجات اللي اعمل عليها فوكس. مثلا معموله في الولايات المتحده، اتنشرت مثلا من حوالي سنتين في واحده من الدوريات المحترمه، عدد البيشنت اللي كان بارتيسيبنت فيها عدد كبير فده بيديها ويت اعلى. فدي حاجات كلها محتاج انك تعلم فيها الميديكال ريب طبعا بشكل قوي. طيب انا هنا بتكلم على جزئيه الاي ام اس داتا. مهم جدا ان لازم يكون قدامه الداتا بتاعت الماركت، يكون فاهم الماركت هو نازل هينافس مين، ايه اللي موجود دلوقتي، الحاجات اللي بتتكتب في الماركت بشكل يعني حديث، ايه الاوبجيكتيف، التارجت بتاعي، البروشور، الماتيريال، التكتيك، دي كلها اساسيات احنا يمكن ذكرناها طبعا اكتر من مره واهميتها. كومبيتيتور هو شايفهم، علب من الحاجات المهمة جدا كمان انه يشوف شكل البوكس نفسه، شكل
المنافسين عشان لما يجي يسألهم او لما يجي مريض ياخد قدامه الدواء يبقى عارف هو بيتكلم عن ايه وشافه بعينيه. ويفضل طبعا لو امكن كمان ان انا يكون في يعني حاجات عينية الناس تشوفها بالفعل قدام عينيها. تنتمي لشركات المنافسة، يعني مش بس أعرف اسم البراند، لازم البراند وأسامي الشركات المنافسة، عدد الأقراص مثلا لو الدواء أقراص، الكونسنتريشن، الأسعار الحالية، وخلي بالكم إن الأسعار طبعا بتتغير بشكل بقى سريع جدا خلال الفترة ديت، فالأمور دي لازم تكون يعني متشافة كويس قوي. لو في أبديتنج اعمل حتى سيشن منفصلة الكمبيوتر عنده بس حصل تغيير في السعر او في الدوزج فورم اللي بينزلها، لا ده الموضوع هنا يستدعي ان انا اعمل تريننج ويبقى كونتنت فيه محترم وموضح الاوبجيكتيف بتاع اهميه التريننج دوت. الاي ام اس داتا لازم تكون بشكل فيه نوع من انواع المقارنه عشان الناس تشوف بالفعل ايه اللي حاصل في الماركت. أهم التخصصات، إحنا هنا بنتكلم على التارجت، لازم يكون شايف التارجت ولازم يكون فيه راشونال ووضح له راشونال في التارجت وإن هو مش بعيد وإنه يقدر بالنسبة له يشتغل عليه ويقدر يقسم الأريا بتاعته عشان يقدر يحقق التارجت بتاعه. يعني دي من الحاجات المهمة جدا ومن الأجزاء اللي لازم تقف عندها كويس قوي، وممكن حتى تنسق مع السيلز تيم بقى، يعني مثلا السيلز مانجر البيزنس يونت مانجر ممكن يكون ليه بعض الانترفينشن في الجزئية ديت معاك. هنا بيتكلم بقى على البرودكت ميكس والسبيشاليتي، مهمة جدا انها تدرس بعناية وبرضه تقدر تعمل فيها دراك كوميتي او يعني كوميتي مع الديبارتمنت الاخرى وبالذات السيلز. التخصصات اللي احنا هنزورها، اسمع اراء الناس، اسمع اراء الديستريكت والسوبرفايزر والريجونال، هيفيدك الفيدباك بالاضافه طبعا للانبوت بتاعك انت. معدل الزيارات بير مانث، الاي ام والبي ام مهم جدا، دور الاي ام والبي ام، الدبل فيزيت، لازم يكون ليك برضو انبوت في جزئيه الدبل فيزيت بالنسبه للديستريكت وايه المطلوب منه، وبالذات لما بيكون في يعني لونش مثلا جديد او حاجه زي كده. السبيشاليتي، وكل سبيشاليتي ممكن يكون ليها مسج مختلفه عن السبيشاليتي الاخرى. المين مسج، المين انديكيشن، ايه المسج اجينست الكومبيتيتور اكوردنج للسبيشاليتي. التولز مثلا عدد السامبل، الفلاير، البلوك نوت، البيبر هولدر، مش عارف البوسترز، الجيف اواي، الاكتيفيتي حتى اللي هتتعمل في الماركت لو في مثلا ستاند الون او مشابه او ار تي ديات، الحاجات دي لازم تكون واضحه بالنسبه للتيم بتاع حضرتك بشكل كويس. اللونش ماتيريال، ايه اللي هيكون معاه في اول زياره واول زياره، وايه اللي يقدمه في الاول وايه اللي يقدمه في تاني زياره، الحاجات دي مهمه جدا جدا. والتكتيك دي بقى واحده من الادوار المهمه اللي لازم الديستريكت والريجونال يساعدوا حضرتك فيها من التاكد ان التيم ماشي اكوردنج للبلان اللي انت شغال بيها. جزء اخير بقى الالستريتيف فيديوز، ان انا ممكن ان انا احضر بعض الفيديوز المهمه جدا اللي هتساعدني واللي اقدر ان انا اوظفها في مكانها، وبعد كده ادي في الاخر زي بول للفيديوهات ديت عشان برضو الديستريكت والمندوبين حتى يقدروا يستعملوها ويرجعوا لها لو في حاجه محتاجين ان هم يعني توضح بشكل اكبر لهم او ما كانتش اتشرحت مثلا يعني فيها صعوبة أو ما شابه.
يعني اتمنى اكون يا رب وضحت في الاجزاء الثلاثه ديت ازاي اعمل كونتنت محترم في التريننج، ازاي التريننج يتعمل، ازاي التريننج يتقدم. فاتمنى يكون الموضوع باذن الله ذات فايده، ولو في طبعا اي اسئله يشرفني ان انا اتلقاها من حضراتكم مره تانية، سواء على جروب بلاستوما انكلستوما على الفيسبوك او على التليجرام او من خلال الواتس مره تانية 0188-66445. يشرفني ان شاء الله ان احنا نتواصل مع بعض. شكرا لحضراتكم وتحياتي، دكتور محمد فتحي، السلام عليكم.